بقول ربنا اللي شاهد عليا. ربنا والله ينجيك يا رب ويخليك يا رب. انا خفت، شوف المعامله الحلوه برضو بتخلي نفسيه الواحد حلو. الحمد لله، ده شرف لينا والله. لما تيجي اكنها بنتي، انا عايزه كذا حاجه في ثانيه تلبي له طلب. البركه في التمريض. طيب عندنا طقم تمريض عالي الحمد لله. هات لي جولس حاضر، هات لي ميه حاضر. ايوه والله العظيم. ربنا يبارك فيك، دي شهاده مننا كمستشفى يا حبيبي. الحمد لله سليمه، الله يكبر بخاطرك، خاليه من الامراض تماما، يكبر بخاطرك، ربنا يديك الصحه، يكبر بخاطرك عند العبد والرب، ويسلمك قريبا ان شاء الله عندك وعند اولادك. الله يبارك في حضرتك، ويسامحني ربنا بقى. الله يبارك فيك، ويسامحني ربنا يا رب يبارك لك. نورتينا يا حاجه، يا نار ابيض، يا نار ابيض، يا نار ابيض يا حبيبي، يا رب يخليك. والله الناس كلها زي العسل. الله قدم لك اخبارها ايه؟ مفيش بعد كده التمريض، مفيش بعد كده دكاتره. ما هو دكاتره دكاتره الله يبارك فيهم، الدكتور احمد والدكتور عبد الله. انت عارف الدكاتره بقى كمان ما شاء الله. انا قعدت شهر يا مس يا دكتوره. مستشفى فخر زيت العام ايه؟ الله يسعدك. هي مستشفى مصر. هي مستشفى مصر. ايوه صح صح. هي حلوه ونظيفه، نظيفه نظيفه. انا ما شفتش مستشفى نظيفه زي كده. هي الصبح واخر النهار ما شفتش دبان. انا حضرتك الله يكرمك، فدي حاجه حلوه. انا من كلنا هنا الشريف. انا من كويس، انا من كويس، انا من كويس، من كويس. وعندنا مستشفى ده مفيش ذره في المستشفى دي. ربنا يبارك في المدير بتاعها، لان هو المدير هو عمدنا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. مبروك يا حبيب الله. الحمد لله على السلامه. أجدع مستشفى وأجدع ناس وأجدع دكتور وأجدع خدمة، ربنا يبارك فيكم. مستشفى كفر الزيات العام جراحة اليوم الواحد، جميلهم على راسي من فوق، وهتم ادعيلهم بدعاء الغيب، وربنا عرفته وشايفته. متشكرين متشكرين متشكرين، ربنا يحميكم ويرعاكم. دكتور أحمد البرعي، والدكتور محمود العباس انا شهره على الفيس، والدكتور احمد الغام، ومدير المستشفى الست اللي بتمسح قبل، الست اللي بتمسح قبل قبل اعظم حد. صف التمريض، صف العمال، صف العمال، صف الفنيين، والفنيين، والاخصائيه الاجتماعيه، والاخصائيه الاجتماعيه، دعاء. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا حبيبي.